السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، نتكلم النهاردة عن إزاي نعمل جوين لكلاس على منصة إدمودو. منصة إدمودو أحد المنصات التعليمية خلاص اللي بتتميز بمميزات الفيسبوك وجوجل كلاس روم. بكتب كلمة إدمودو في جوجل سيرش وأعمل إنتر، بعد كده هبدأ أعمل لوج إن. لوج إن في منصة إدمودو ليه كذا أوبشن. أول حاجة إن أنا أعمل ساين أب لو أنا لسه مستخدم جديد للمنصة، وهنا انا هضطر ان انا هدخل ابدا ان انا املى الداتا بتاعتي كامله، او وطبعا هاجي في كل مره هكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعي. دي طريقه. الطريقه الثانيه، لو انا ليا حساب على جوجل او ليا الايميل الجامعي، ليا حساب على مايكروسوفت، انا هنا ممكن ان انا استخدم جوجل في الايه فور لوج ان. استخدمت جوجل وبتجي لي رساله ان انا دخلت عن طريق جوجل. بعد كده بتبدا تحمل الصفحه بتاعتي، ده البروفايل بتاعي خلاص. عشان ابدا ان انا اعمل كلاس لازم هاجي عند نقطة الكلاسز هنا أو جزئية الكلاسز، وهبدأ إن أنا أضغط عليها. بلاقي علامة بلس هنا على الجنب، ببدأ إن أنا أضغط عليها. بلاقي كرييت كلاس لو أنا عايز أعمل كلاس، ده بالنسبة للتيتشرز، وهنا جوين كلاس بالنسبة للستودنت. هضغط على جوين كلاس وأبدأ إن أنا أكتب الكود هنا. هبدأ إن أنا أجيب كود من الأكواد اللي أنا مسجلها. وهحط الكود وأعمل جوين للإيه للكلاس. هنا انا كده دخلت على الكلاس زي ما انتم شايفين، سكسسفول لوج ان للكلاس. اسم المكرر والمدرس بتاع المكرر، البوست اللي موجوده في المكرر، بجيب الممبرز من هنا، عدد الطلاب اللي دخلوا والتيتشرز تمام. هنا الفولدرز بيكون فيها الملفات بتاعه المكرر، وهنا طبعا لو انا عايز اعمل لوج اوت من على منصه ايه ادمودو. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وشكرا جزيلا لحضراتكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.